المرمى فيصل درويش، أسامة هوساوي، جعفلي وياسر الشهراني، رباعي المعتاد، جهاد الحسين، وعبد المجيد الصواب، وسعيد الدوسري في المقدمة، الحاج كمارة صاحب 4 أهداف تسديد الآن الكرة الماضية من صاحب 5 أهداف. حد الهلال انطلاقة حاضرة لياسر الشهراني، يستقبل كرة ويلعب كرة جميلة، الانطلاقة حاضرة من سالم، الكرة تتهيأ وتمر والتسديدة بعيدة عن مرمى عصام الحضري، ذهبت الكرة من مهند فلاتة الذي أخذ له فيه أكثر من لاعب. كرة على طول للجهة اليسرى، التقدم هلال الآن والفرصة من الفرج، وعمر يستقبل كرة وبتضيع. الغمز بأن يقدم لمصلحة التعاون، كذلك عبد المجيد الصواب اللاعب الذي يبهرك أهدافا ومتعة، والآن كرة راسية من الصواب، الكرة على طول وصلت إلى كمارة، بيرجع كرة تصل إلى سدري كاميسي صاحب 3 أهداف، بيرسل كرة، الكرة بالرأس، الكرة مرت سليمة، الراسية كانت لا. كرة ترسل وصلت على طول من مهند فلاتة، بيحول كرة لسالم، حط الكرة عصام مرة أخرى، الله على هذا الحارس الأسطوري. هلال في هذا التوقيت كرة ترسل واصطدت وذهبت إلى ركلة الزاوية، العرضية التي أرسلها فيصل صراحي، عادي المحترفين 15 مباراة بين الهلال والتعاون، الهلال فاز في 11 مباراة والتعاون فاز في 1، الآن الكرة توصل والتسديدة، أوهو أوهو على كرة، الأهداف لدينا محاولة قائمة وتصل من جديد لمصلحة الهلال، حلوة جميلة تتسدد، ممكن تصطد وتصل إلى الحضري. الصراع أصبح في الوسط، كثرت الكرات الخاطئة، إلا هذه، إنها لجهاد وإنها لكمارة، وأنقذها المايوف وعادت بالجديد، والكرة بالضيع. وسلمان الفرج يفعل كل شيء لكنه يتأخر في اللمسة الأخيرة، يقول عشاق الأزرق، الآن في الجانب الأيمن الكرة تتحول وفرصة، والكرة ملعوبة جميلة من أميسي لكنها تمر من جوار القائم الأيمن للمعيوف. شوف الكرة ولاحظ الكرة الرأسية اللي اصطدت وراحت إلى ركلة الزاوية، اصطدت الكرة الماضية، لاحظ هذه الكرة والصراع بين ماتشادو وسلمان الفرج الذي خطف كرة كاد أن يسجل من خلالها الهلال، الآن فرصة للتعاون، تلحق يا الشهراني، يبحث عن نجراني في الجهة اليسرى، لا زال الرغبة موجودة وترسل من سلمان، الكرة تتهيأ، والله يا جعفري حول الكرة بالراس، فرصتين لم يكن مستيقظ، الآن فرصة هلالية والكرة تنحط جميلة، والكرة العالية وإبعاد موفق من شفير البيشي عن طريق فلاتة، مهند يمر من الأول والثاني، وصيحات لتأخر الكرة وبالتالي كانت قد ارتدت فعلا عند جهاد ينطلق ويمرر، وكمارة يتوغل، والمعيوف أخرى، المعيوف أخيرا جاء من سالم للجانب الأيمن، لا زالت المنطقة مستحبة، يحاول الهلال الهروب، هرب عمر، والعرضية والكرة في الجول، ياسر الشهراني يعلنها، الهلال لا زال موجود يعلنها، أنا الهلال، أنا الزعيم، أنا المؤثر، لا يتأخر ولا يتأخر، نجح بالوصول إلى شباك
55 من زمن اللقاء بالنسبة لياسر الشهراني للهلال. الآن الهلال يبادر والمبادرة للفرق والمرور والبحث ثم التسديد. التسديد الموقف دائما اسمه الله. مراحلوة مراحلوة تقدم وتنحط. الله الله الله. الصواب الصواب لعباته مراته حطاته حطاته انحطت فوق انحطت فوق من عبد الابني لاعب الاتفاق السابق في عصر الذهبي والثمانينات عبد الحليم عمر. الان تسديده بالقدم اليمنى عن طريق سعيد الدوسري. مبرر عمر لجاته جميلة جميلة جميلة. سالم سالم يحاول المرور ينتظر. حلوة حلوة حلوة. الأحلى عصام الأحلى عصام بعد إدواردو ومع أيضا سالم الدوسري نفس الرصيد من الأهداف. كرة تصل إلى عبد الله المعين. كرة توصل. هو سالم هو سالم هو سالم بمر الكرة مرت من أمام يلمي الريفاس. طلب الريفاس لياسر. ياسر الشهراني يفقد الكرة لتصبح إلى ياسر.